بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره عارفا بحقه، هذه العبارة وهذا الوصف كثيرا ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، وأرادوا من المؤمن وأرادوا من زائر الحسين سلام الله عليه بالخصوص بأن يأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام عارفا بحقه. لاحظوا هذه الروايات التي أذكرها والتي تبين هذا المضمون. رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: زوروا الحسين عليه السلام ولو كل سنة، حتى ولو في السنة مرة واحدة، فإن كل من أتاه عارفا بحقه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنة. كل شخص يأتي إلى زيارة الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه لا يكون له عوض وثواب إلا أن يدخل الجنة، لا يمكن أن يرضى بغير ذلك، بأدنى من ذلك ثوابا. هذا أدنى شيء ممكن أن يتحصل عليه زائر الحسين، بأن يدخل إلى الجنة. كذلك أيضا عنه سلام الله عليه، عن الإمام الصادق أنه قال: أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد، يعني ليس في الأعياد، ليس في يوم العيد، في الأعياد الأربعة المذكورة، لا، يأتيه في غير يوم عيد، كتب الله له 20 حجة و20 عمرة مبرورات متقبلات و20 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. هذا ثواب كل من يأتي عارفا بحق الحسين سلام الله عليه في غير أيام العيد، لأنه في أيام العيد الثواب أكبر يكون، أعظم يكون. قد يسأل سائل بأنه كيف يمكن أن آتي إلى زيارة قبر الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه، كيف يمكن أن يتحصل على معرفة الحق؟ لاحظوا هناك درجتان رتبتان لمعرفة حق الحسين سلام الله عليه، مرتبة دانية أو مرتبة إن صح التعبير نستطيع أن نقول بأنها مرتبة أدنى ما يجب على المؤمن أن يعرف بها الحسين عليه السلام أو حق الحسين، وهناك مرتبة عالية، مرتبة فاضلة لمن يريد أن يعرف حق الحسين سلام الله عليه. المؤمن كلما أراد أن يرتقي بالدرجات، أن يتحصل على الثواب بالشكل الأكبر، يجب عليه أن يأتي إلى قبر الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه. كلما كانت المعرفة أعظم أعلى، كان الثواب وكانت الدرجات أكبر. لاحظوا أولا نأتي إلى أدنى درجات المعرفة. ما هي أدنى درجات المعرفة بحق الحسين سلام الله عليه؟ هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وأدنى معرفة الإمام، أدنى معرفة للإمام، أدنى شيء، يعني أقل من ذلك أصلا لا يعد الإنسان مؤمنا، وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي، هو معادل للنبي، مساو للنبي صلى الله عليه وآله، إلا درجة النبوة. نعم النبي هو نبي، ولكن الإمام لا يستطيع أن يكون نبيا، وهذا ما وضحه رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، بأنك أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يبين هذا الأمر، هو عدل النبي، هو مساو لدرجة النبي في الطاعة، ولكنه ليس بنبي. ووارثه، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله، والتسليم له في كل أمر، تسلم له كل أمرك، كل أمورك، لا تجعل رأيا، لا تجعل هوى في مقابل رأيي وهو الإمام سلام الله عليه، تسلم له تسليما مطلقا. والرد إليه إذا اشتبهت عليك أمور، إذا احترت في بعض المسائل، في توقفت عند بعض المشاكل، لا ترجع إلى غيره، ترجع إليه،
لأنه هو ناطق عن رسول الله وهو ناطق عن الوحي. والأخذ بقوله، نعم ترجع إليه وتقتنع بكلامه، ليس فقط ترجع إليه وتعمل خلاف ما يقول، لا، تسلم له وترد إليه المسائل وتأخذ بها. ويعلم أن الإمام، هذه كلها أدنى معرفة الإمام، ويعلم أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، وبعده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم أنا يعني جعفر بن محمد، ثم بعدي موسى ابني، وبعده علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، والحجة من ولد الحسن سلام الله عليهم أجمعين. هذه أدنى معرفة الإمام، نعم هي أدنى معرفة، ولكنها تحتاج إلى توطين النفس، تحتاج إلى تسليم، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى أن الإنسان يروض نفسه حتى يكون عارفا بحق الإمام في هذه الفقرات التي ذكرناها. نعم هي أدنى معرفة، ولكن هي ليست بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، تحتاج إلى إرادة حقيقية من المؤمن حتى يكون عارفا بحق الإمام سلام الله عليه. فالمؤمن يجب عليه أن يعرض عقيدته على هذه الرواية المباركة، فيعلم ويجد بأنه هل هو يعلم حق الإمام أو لا. هذا سؤال متروك لكل إنسان هو يجيب عليه. أما المعرفة العالية في الدرجات العالية هي ما وردت عن الإمام الرضا سلام الله عليه في حديث طويل، أنا أقتطع بعض المقاطع، بعض المقتطفات من هذه الرواية المباركة. يقول: إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله. لاحظوا هذه الفقرات كلها تبين المعرفة الحقيقية بالإمام. ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، مرتبة بعيدة لا يمكن للإنسان أن يدركها، ولكن خيرها وبركاتها تعم الجميع. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، إلى أن يقول الإمام الرضا عليه السلام: الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. لا يمكن أن الإنسان يأتي بمرتبة الإمام، أي شخص كان مهما بلغ من الكمال لا يمكن أن يداني الإمام في المنزلة. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. هكذا يجب على المؤمن إذا أراد أن يبلغ الدرجات العالية في زيارته للحسين عليه السلام، يجب عليه أن يكون عارفا بحق الحسين سلام الله عليه كما أراده أهل البيت عليهم السلام. جعلنا الله وإياكم من العارفين بحق الحسين عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.